معاك البوليس ألا لا؟ بغيت نسولك على الجريمة اللي وقعت. أين جريمة؟ أنا داكشي اللي عندي كامل قلته للكوميسار شحال هادي. إيه ولكن بغيتك تكليغيها سوغ سارتان بوان حيت ما نقدرش نسلد الدوسي إلا ما كانش عندي التيمونياج كومبلي ديالك. ما عندي باش نفيدك، داكشي اللي عندي قلته لصحابك. إيه ولكن داكشي اللي ديكلاريتي راه كيشد على النص ديال لاباج وداكشي بان ليا صغير باغابوغ أنتي كنتي خدامة مع لا فيكتيم ياك؟ وشكون؟ راه سي تري امبورطون بور مو. الا كان هادشي غادي يريحك ما عندي حتى شي مشكل. تفضل. شوية سكر. لا لا شكرا. اشنو هما الاسئله اللي بغيتيني نجاوبك عليهم؟ بغيت نعرف لا ريلاسيون اللي كان عندك مع كمال وبغيت نعرف
داكشي اللي ترى في هذيك المدينه و لا ديسباريسيون، فهمتي؟ هادشي ما صلح والو دابا، حيت ما غاديش نرجعو له حياته. في كوميساريا عيت ما نقول هادشي هادو، عيت ما نعاودو شحال من ساعه وشهور هادي، وهادشي مازال زايد فيه. صعيب صعيب على الواحد يبقى يوضح ملي كيكون قلبو غارق، صعيب بزاف. المهم اش كيهمكم نتوما دابا؟ مثلا الحقيقه. الحقيقه ما كيحترمها حتى واحد هنا. هي هضري ليا، قولي ليا كيفاش تلاقيتو بيناتكم. اللي عقلت على راسي كان كمال احسن صديق عند الوالد ديالي الله يرحمه، حيت با الله يرحمه والوالد ديالو كانوا جوج بهم صياده وكانوا صحاب من الصغر. وبا واخا كبر في السن كان باش يعيشنا كان باقي كيمشي للصاد. كتعرف الواحد منين ما كيكون عنده والو كيقد يدير اي حاجه، حيت كتبقى مساله كرامه. بعلي بعلي اهلا شخبارك؟ واحد هادي ما مقابل غير هاد البحر طالع هو، ما بغيتيش تفهم لي نتايا. واحد عنده الزهر يبقى في البويض ديالو في فراشو مرتاح مع راسو، وشي قهيوه قدام هادو، وانت غير طالع هو مع هاد البحر. كاين شي حوت؟ هادشي ولا كيطلع الدم، حتى هاد القنت ما بقى فيه والو، حتى هاد الفلوكه ما بقاش صالحه ليا. واحد فخر ايامو غادي يسيب راسو كيصيد قدام هاد المساكين في هاد الحجر. اجي بعدا كي داير انت مع المتحف؟ راه دوات ليا البنيه. اش غادي يقول لك ابو علي؟ باقا عندنا الخدمه بزاف. سعاد خدامه بعدا ولا غير كتفلا؟ راه مازال صغيره وراسها قصح عارف. لا لا بوي، لا سعاد كبرات ولات معقلها تبارك الله. ودي الواحد اللي كيولد يكون عنده الاولاد خصو لا بدا يخاف عليهم. دابا ما بقى لي غير نشوف لها شي راجل اللي لقلا. لا بوي علي، ماشي الراجل اللي خاصني في هذا القنت. اسمع سيدي، شي هاد ولاد اليوم ما يعرفوش يمسحوا حتى خنونتهم من روسهم، اللي عندها كيعرفوا شنو هي المسؤوليه. اجي بعدا انت ما غاديش تجي الاجتماعات ديالنا، حنا بغيناك تكون بجنبنا. كتعرفني مزيان ابا علي، انا كاع ما عندي مع السياسه. السياسه؟ اسمع ولدي، السياسه غتساعد الناس بزاف شي حوايج كيحتاجوا ليها، وماشي ديما غير القضيه ديال الدين. ابا علي انت كتعرفني مزيان، انا ما عنديش مع هادشي. المهم غنخليك دابا تنبعدو ندوز نشوفك. تهلا ليا فراسك يا رب علي. تهلا الله فراسك. تهلا هالمرة شو اللي عطل هاد النار؟ الحاج بغيت نهضر معاك. بعد وصلت. واحد النهار قلت للوالد ديالي واش ممكن نمشي نخدم عند صاحبك كامل، طبعا كان موافق. Thank you.
الساعة كمال كان عنده بزاف المشاكل وكان كيشرب بزاف. كان قبيح؟ أنا كنت كنمشي ساعة ساعة عنده على غفلة ملي ما كيكون مع حتى شي واحد، كنلقى ديما مهم. ما اللي كان عندك اش كنتي كديري تما؟ كنت مكلفه بالرسائل وكنت مكلفه بالتنظيف ديال البلاصه ديال الطابلوات ديالو. من بعد شويه حسيت براسي داغي كندير كلشي، وليت مكلفه بليزانفيتي وفاش كيكون عنده شي معرض انا كنتكلف له معاه، وحتى ساعه ساعه كنوجد له انا الماكله حيتاش بحكم كان عايش بوحده. بالحق عمري ما حسيت بلي كان كياكل على خاطره، حتى ملي كان كيشرب كان غير باش كان كيقلب على راسو. عاوتاني صافا سعاد؟ الحمد لله. هذا شكون صايبو اليوم؟ انا وماما بجوج. تبارك الله عليكم. تغدى معايا؟ لا بصحة. بنينة بصحتك. قولي يا سعاد، فين وصلتي في الانفيتاسيون؟ تقريبا ساليت مسي كامل. أنا هادشي خالعني شي شوية، أنا هادي مدة ما درت شي معرض. لا سي كمال ما تخافش، أنا معك. حقا بغيت نقول لك واحد الحاجة، بالحق بالك تعصب. نعم ديما شي ناس سمعتهم كيقولوا عليك شي كلام ما عجبنيش، ما عجبهمش هادشي اللي ناوي دير. عافاك السي كمال ما تقلقش، صعيب تبدل العقلية ديال الناس وبالأخص الرجل ديال هاد الفيلاج. اي معليش، علاش تضحكي؟ هو ما كانش عنده مع الحكام ولا شي حاجه، حيت احسن حاجه كانت كتعجبني فيها هي الاستقامه والالتزام ديالو، وعمره ما شاف فيا شي نظره خايبه. فاش كتفكري؟ فاش كتفكري؟ والو نسيتي داكشي اللي كنا اتفقنا عليه؟ ايناش ملي كانت عندنا 10 سنين قلتي لي غنتزوجوا؟ كنا مازال صغار. انت دابا راه مازال صغار، منا كبرنا. كتبتي على شي حاجه قديمه، رحنا ولاد اليوم ولا؟ واش ما فهمتيش شحال كنتسنى هاد النهار؟ وزيدون بكره موافق. با؟ اش قال لك؟ قال لي واش قدرت تموت على قبل سعاد؟ ايه انا نقدر نموت على قبلك. هادشي اللي خسر عليك حتى ديك الوالد ما قال لكش اش غادي يوقع عليك الا تزوجت بهذاك؟ ما يصلحش لك، ما يوصل لك حتى للضفرة ديال رجليك، انا اللي نصلح لك. اها مسكين. وبوسيني. واش تطيتي ولا مالك؟ تي لتزوجي بيا ما يخصك تا خير، تي لي وانا ليك. مسكين شحال كتحلم، منا ليا منا ليك.
انا ديال راسي وخليه يمشي بحالي. باباك ما غاديش يعجبو الحال اللي شفتك مع هذاك. راه باش صاحبي انا كابلي العكس والله ما بيناتنا شي حاجه. المهم هاد صاحبك هذا قولي له ما يتسناش لينا غنتعطلو في الليل. الخدمه واجده؟ كلشي واجد. لي طابلو معلقين؟ كنت كنتسناك غير انت. داكوغ. قالك والو؟ قلت لك غيديروا شي حاجه. قلت لهم ما يديروا. ما مشوش نديكلاريو؟ لا بلاش يلا وصلك للدار. وانا كاين في الغابور شفت هضرتي على واحد المراه. انا ما شفتهاش بزاف ولكن ملي شفتها عرفت كامل علاش كان كيقلب. كان كيقلب على واحد المراه حره ما كتهمش الهضره ديال الناس. هاد السيدة ملي جات هي والديها بداو مشاكل في هاد المدينة. ما كانوش كيجيو بزاف بحال الناس الخارج حيت ما كانوش كيتوحشوا البلاد. هي ملي جات جلست في الدار الكبيرة غالبا ورثت على والديها.
على حسب الهضره اللي كتدور هي جات كتقلب على شكون وكيفاش مات باها. Il fallait y penser avant. Je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai jamais. قولي لي شحال من عام هي ما رجعتش. ما عرفتش، ما نكذبش عليك، انا اللي نقدر نقول لك داكشي اللي كيقولوا الناس. او اش كانوا كيقولوا الناس؟ هما كيقولوا بزاف القصص مخبعه بين الحقيقه، ولكن على حسب الهضره ديالها كتقول هي الضحيه في هذه القصه، على حسب ملي كتعيش شي ذكريات ماساويه ما كتسمحهاش. ولكن ضروري غادي يكون شي شعود باقي عايشين من ديك الخطره. ما قدش نقول لك والو، حيت على حساب هاد القصه وقعت هادي 20 سنه وخلت ذكريات قباحين عند الناس المدينه، ولحد الان ما عرفناش اشنو اللي كان وقع بالضبط. C'est une tragédie familiale. Un petit fait jaloux m'a dit alors ma chérie va te jeter l'autre la vérité. Arbi, tu m'as dit. Il a Rabbi, mais m'a dit que je n'ai pas de problème. Aula. Imtaka malo sarat la qaw binatum mara loula. Ma bqitch aqla بالضبط. اللي عقله عليه هو كان داك الوقيته اللي قبل العرض ديال الطبلوات ديالو الاخري.
ملي واحد المرة واحد الراجل كيتلقى وصعيب توقف قدام الكمية اللي كدوز بيناتو. ايوا سي كمال، فين وصل المعريض ديالنا؟ مزيان؟ الخدمة اللي درتي ممتازة، برافو. بارك الله فيك. كنقدم لك سارة سي إدريس. سي إدريس ديريكتور ديال لاكالغي. اونشونتي سيدي. كمال واحد دقيقة سارة، كثير من اللوحات ديالك تبارك الله عليك، خاصه غير الناس ديال هذه المدينه يقدروا العمل ديالك. بارك الله فيك. خليني نكمل. انا اللي كنفكر فيه هو اشنو غادي يوقع من يتفاجا بعضين، يمكن تعجب شي وحدين، لكن المهم هو تفرض راسك. يلا الله يعاونك. الله يعاونك. واش كتعرفي تقلعي الموجة اللي كتكون جاية من البعيد؟ كتكون جاية شوية بشوية، جاية صغيرة جاية وكتكبر، ملي كتقرب كتولي كتثق في راسها، كتولي كبيرة. من بعد أي حاجة جات قدامها ما كتعقلش عليها، كديها. C'est une belle métaphore pour évoquer certains hommes. Mais c'est quoi, je suis bien, bien. T'as pas envie de manger? Non, merci. Non, mais qu'est-ce que tu le manges? Non, c'est pas ça, sauf que j'ai jamais appris à manger, c'est tout. Je peux? Des fois, j'aimerais que le temps s'arrête, tu sais. Ouais. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là. Tu as raison quelque part, Kamel. Mais malheureusement, des fois, quand tu travailles avec la vie, tu as besoin de la vie. Tu as besoin de la vie complètement. اسمح لي ما كنتش عليا. واش كتهضر؟ دونو كان دونو. شنو درت؟ جو دوا بارتي. تبغي نوصلك؟
Non, merci, je connais très bien le chemin. Sarah, ماشي عيب خلي واحد الانسان المشاعر ديالو تصرف. Ce n'est pas aussi simple. مرحبا. راه خدي راحتك راني جاي. Tu as une vue magnifique à Kamal. عجبتك؟ Tu sais que c'est la première fois que je visite l'atelier d'un peintre. هنا في كنعيش والوقت ديالي كله كندوزو هنايا. وهنا شنو خبيت؟ هذاك سان طابلو اللي خدمت فيه من شحال هادي ولكن باقي ما كملتوش. وإذا كملتي خليني نشوف. بيان سور انت الاولى. قول لي يا سارة، ما كتقنطيش بوحدك في ديك الدار؟ ماشي بزاف. تشوفي كمال في ديك الدار عندي بزاف ديال لي سوفونير. اون بليس لا سوليتود دي فوا تقدر تكون اون بون كومباني. نو؟ يمكن مرة مرة. ولكن ما كاين ما احسن من الانسان يكون مونس. عارفك ليش بغيت توصلي شارمور. في خبرك ما عمري ما رسمت انت تابلو. تقدري تجربيه. داكور.
داك النهار عرفت ما عنده ما يدير بيا. ما فهمتش شنو وقع لك؟ تقدري تشرحي ليا؟ كمل، ما غاديش نقدر نهضر معاك دابا. وعلاش ماشي دابا؟ شنو المشكل؟ ياس بونجور، tu nous présentes pas؟ Moi c'est Franck. تشرفين. tu l'invites pas à rentrer؟ Non, اسمحي لي بزاف. اسمحي لي. Je vous laisse. Peintre d'ici. Et? Et il expose en ville. Mmh. Ça fait combien de temps que tu le connais? Arrête avec tes questions. Tu es ridicule. Je suis ridicule. Bien sûr. قلتي عزيزة اللي وقيلا؟ ما عرفتش، ما نكذبش عليك. اش ترى هذيك النهار في هذيك الاكسبوزيسيون؟ بزاف الهضره قبيحه خرجت على هذيك المعارض. بعض الناس صعيب عليك تزعزع عليهم العالم ديالهم بشي افكار، وصعيب تخلي الفن يعيش في وسط هاد الناس. الله يرحم الوالدين على داكشي اللي درتي للعائلة ديالي. على الأقل غادي نعيش أحسن من هنا للقدام. هداكشي اللي قلتي لي ندير باش ناخد داكشي اللي وعدتيني به غيطيح من قيمتي. كرامة، ما تسوى والو قدام داك الخير اللي غادي دير في عائلتك. دابا لي طرا حتى حاجة ما بقات مهمة، ولا لا؟ ما تبقاش تشوف الأمور هكذا. بنتك قريبة تزوج، وهاد الولد ورقة رابحة، عنده بلاصتو وكلمتو في الفيلاج. أرجع أرجع قبل شغلك، راه ما عندكش علاش تشوش.
قبل شويه من المعرض بعض لقى مع كمال، وكان من احسن ايام حياته، وهادشي قليل كان كيبقى في حياته. ابا عليك ياكي جاك عجبك؟ واش ديالك هادشي؟ هي وليدي كتصيد الجوهر. واش يبعث لشي بالراس كيتسدوا البيبان وكتذكر بنت الحرام، وملي كيهديها الله كتكون حلوه وميسره. شتي دابا ملي عندك هاد الباطو غادي نرجع معاك. عندك شي قرو؟ لا مخيش كيك بيبو علي. صافي عفا الله. انا قلت البنكة كاع ما تقدر تعاود تعطيك كريدي. دفعت لهم الطلب مره اخرى، جاب الله تسيسير، واليوم والزرده العرضه عندي مره اخرى. ابو علي مره اخرى، الله يكمل بخير. الله يبارك فيك. صلى في راسك. الله يبارك فيك. يلا كيبقى سعاد كيف ديما؟ هادي شحال ما خرجت من بيتها، مشوشاني عليها بزاف. هاك ما جرحتيها؟ غادي دير لاباس بحالها بحال باها، ماشي غير كتجي وتسامح. واش بغيتيني ندير؟ خاصك تديها بنتك اللي ما عرفنا مالها، عوض ما تحفر لديك الراجل ما تنساش بأن دار فيها الخير وخدمها عنده. خاطر براسي على ود عائلتي باش تعيش مزيان بكرامتها. فين هاد الرجال الحارين؟ علاش كتهضر انت؟ بقاو شي رجال فهاد الزمان. صافي الله يخليك. واخا تقول لي قلتي خاطري ما هناني. اسمح لي. ما كاينش مشكل. الو ماما، وي سي بون، انا شريت لك داكشي اللي بغيتي كامل. شويه عندي بسلامه. ما كاين حتى مشكله، كنعرف داكشي كاع المواد تانيه هما اللي كيقدروا يفهمونا. مسكينه مبرزطه راسها معايا، ما عرفاش انا تهرز عكاسي. فهمتك. اوكي نرجعوا لديك الليله ديال الاكسبوزيسيون. كي جاك هادشي؟ تبارك الله عليك. مي الحمد لله هما قربوا لي زانفيتي يوصلوا كلهم. سعاد معلي ما نسالك، الخدمة ديالك عجبتني بزاف، أنا فرحان بك. شكرا. واخا الظروف ما مساعدناش. شو؟ ماشي مشكل، اسمح لي. شو؟ با اش كدير هنا؟ أنا راني معروض تالا ما في خباركش. فاجأتيني. فين هو كمال؟ راه كاين غير هنا مشغول وقيله. ايوا يا ندير شي دوره نشوف هاد الطابلو يا ديال صاحبي. هاك واش انت ما بغاش عليك الله؟ عاوتاني العربي حاجه ما كتبغي تجاوبي على هاد السؤال. علاش؟ عندك الزهر شحال من مره تمنى تكون في بلاصتك، واش فهمتي؟ وانا ماشي هذيك المره، عافاك خليني نمشي. كمال كيعيط ليا. دابا كمال هو المشكل ياك؟ سمعي الله يرحم بك، انا جيت لهنا على قبلك باش ندويو، واش فهمتي؟
كتفهميش ولا ما كتفهميش؟ عربي عافاك، بغيت نقول لك شي حاجه ما تفهمنيش غلط. المنكر هذا الرقيعه شنو هذا الشيء؟ ما يمكنش يكون شي طابلو رسمو هذا الشيء في النار. هذا راه كيسيء الانسانيه كلها، هذا السبان بعينيه. ما تقوليش انت موافق على شي حاجه بحال هادشي. سعيد ياك لاباس، اش هاد الغواز؟ شنو واقع؟ نتي دخلي سخر راسك، ماشي شغلك. انا كنت كنضل المستوى ديالك عالي بزاف هادشي كمال على هادشي اللي كنشوف قبلتي. انا ما كتهضر اسي علي. تراك كتجبد الصداع. نسيتي هذاك الراجل اللي كيبقى كيتقاتل باش يدير شي حاجه ويوصل شي حاجه ولا لا؟ فتالي اش وقع له؟ والو، غرق ومات في البحر بحال شي جيفه. انت راك شوهتي هاد الفيلاج وراك ما عارفش راسك اش كدير. اسمع سي كمال، الحريه راه هي السلام، هي المسؤوليه، المسؤوليه ديالك انت. ماشي بيدو، ما كاش عنده اختيار اخر. والله يسمح لي منه في داك الليله. من بعد ما بقاوش كيتلقاو مع بعضهم، وكمال ولا كيلصق الطروفه من الطابلو في المعرض. خصنا نكافحوا باش نوصلوا لديك الأوقات، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا نقربوا من الإنسانية. وإلا كان المصير ثابت يعني ما كيعنيش يكون مصير ملعون، حيث هو في الآخر غير مصير. الله يسامح. سامحني ليا.
بسم الله. ما عرفت شنو وقع. ما عرفت. خليك حدايا. خليك حدايا. أنا حداك. ما تمشيش. عمري ما نقد نفارقك. لاباس عليك حبيبي، لاباس عليك. رونتك معايا. لا بالعكس. بشحال هادي وانا كنتسنى هاد النهار غنكون حداك، قد نقيسك فيه. شنو درت؟ كنعد براسي بزاف. علاش هادشي كله؟ كمال. أنا كنبغيك. كنبغيك سارة. كنبغيك سارة. سارة كنبغيك. فعيلك ياك ها؟ هادشي كله مخبيه وخلاك تخبري عليا واش هو؟ كنت معاك جاوبيني واش هو؟ انت مالك طلق مني يكون هو ولا ماشي هو؟ انت سوقك؟ اه هو كنبغيه كنحماق عليه انا سوقي سوقي واش فهمتيني؟ هادي سنين ولا كنتسناك واش فهمتيني؟ كنت صاحبي الخل مع الخروج ولا مالك؟ ها؟ قولي يكون خروج ويكون دخولو واش نطيح عليا العقد؟ شكون انت واش كدوي معايا؟ واش ما بغيتيش تحس بنادم؟ كنكرهك ما كنحملكش. ما تمشيش سارة. سارة خليك. مي الحاجة الوحيدة اللي كنت كنعرف هي راسي كنبغي، ولكن هو عمره ما شاف فيا كامرا. كان ديما كيشوف فيا كمراهقة، كبنت أعز صديقة عنده، وهادشي اللي كان كيفقصني رغم أنا كنت باغا نعطي له كل شيء. من ثم قررت أنني معاني على ود بوحدي، والقرار كان صعيب. صافي من مورا ديك الشيء ما بقى عنده والو، وما بقاش باغي حتى يشوفني. من داك النهار تقلبت لي حياتي، والأحلام ديالي كبنت خدت مني بوحشية. ما بقيتش قدرت نحقق ذاتي.
صاحبي ماشي هادشي اللي كنت كنتمنى ليك. اسمح لي درتي باش تعرفي الرونديفو؟ نهار كله كان ما عندي ما يدار، نهار طويل كنت كنسبه. Kamel, il est arrivé, tout est allé trop vite, je n'ai pas pu te dire quoi que ce soit. Sarah. أنا ما قدرتش نحس ونعرفك. جو سوي ديزولي. سارة! غادي يبقى تيقلب عليا كنعرفو. كنعرفو. سي با غون. سي با غون. واخا سارة. لا شي غنسناك في الكورنيش. صافي. إدريس انت هنا باش تبارك لي داكشي اللي وقع البارح؟ شنو نقول لك بسبب الفضيحه ديال البارح؟ ويلي كثرت عليك الهضره في المدينه ودارت بواحد السرعه ما كتصورش. ومن بعد انا ماشي اول مره كنعاني من الجهل ديال هاد الناس. انا كنعلمك ما نبغيش المتحفل ديالي يتعرض للتخريب والضياع. أسيدي دير داكشي اللي خصو يدار ولا غادي نكون مضطر نتاخد شي قرار اللي ما يعجبكش. أنا كنعرفك أنت قوي على هادشي. أنت اللي غلط. إيه أنت اللي غلط. كيجيب ليك الله العقليات كيتبدلو ما بين ليلة ونهار. أنا فقط جيت نعلمك. عييت معاه وعييت من هاد الفيه ما بغى يمشي ما بغى يحيد الطابلوات ديالو. هو ما سوقيش. واش كتفهم ما سوقيش؟ المهم انت غتخليه يقتنع باش يحيد لك الطابلوات ديالو. هذاك الزفت راه راسو قاصح وحمر وما كيعياش ماشي بحالي وبحالك. اسمع بنادم اسمعني مزيان. السي المدير شوف انت غتلقى ليه نقطة الضعف ديالو فهمتيني؟
وكن راجل. شنو كديري هنا؟ كنتي كتسناني؟ بصراحة لا. عرفت كنتي كتسنى سارة. بغيت أنا اليوم نكون سارة. سعاد؟ ش حماقيتي ولا مالك؟ حماقيتي. إيه 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 سافا با؟ علاش كتدفعني هكا بحال شي كلبة؟ علاش كتعامل معايا هكا؟ أنا كنتعامل معاك عادي. انتي بحال اختي. اختك؟ اختك؟ علاش حشمتي تقولها؟ قول الخدامة ديالك. سعاد جيبي، سعاد ديري، سعاد طيبي. خدامتك. فام دو ميناج. هادشي ما كاينش. وانتي احسن من هادشي. ملي انا احسن من هكا وريني الرجوله ديالك. انا عارفه راسي احسن منها. سعاد اغيط. شنو ما عجبتكش؟ علاش كامل؟ كامل انا كنبغي. كامل بغيت نبقى معاك. سعاد الا معمر راسك بشي حاجه انا ماشي ديال هادشي. يلا نوصلك. أنا بو
توافق على الزواج. متأكدة؟ قد منيتك حتى أنا فرحان. الله إلا فرحان. نعود من الأول ونسوي هاد المشاكل كلها. معايا أنا مي خصك تا خير، وراكي عارفة محبتك مع نبيع الله. تأنا لا حيت فرحانة بزاف. يلا تغلي لي فرحتك. الحقيقة مرة، ولكن التمرة ديالها حلوة. قريب السلام عليكم. لاله عليكم السلام. سمحي لي ما ادريش مني قلت صواب، حيت سوحات حالي ما شتا وتخلعت عليها. راه مريضه ما عرفت مالها. كيفاش ما عرفتيش مالها؟ ياك لاباس يعلم الله شنو بيها. خلي مشاكلك عندك، بنتي معقوله وبنت الناس ما عندها ما دير بيك. وتانا ولد الناس. ولكن هاد الجاكيطة ماشي ديالي. أسيدي سير بحالك، بعد منا، والله ما تمشي بحالك حتى نعيط لك البوليس، الله يخليها سلعة.
اسمع بنتي، باباك ما ماتش غرق، الحقيقة عندها قصة أخرى. كيس كيفو فولي دير؟ بابا مات غرق في البحر لا؟ دي عندك انت وعند الناس اللي كانوا حاضرين، والمدينة كلها تيقات بأنه باباك مات غرق، لكن السر خفة الموجة اللي لحتوا الشط. قبل ما يموت باباك بشي أيام قليلة، عزيز مالو صافي ما بغيتش قادره نزيد معاه، ما بغيتش قادره نزيد معاه صافي، انا خديت القرار دابا ما غاديش نزيد معاه صافي صافي غير تما. يلا 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 معايا يلا بشويه عليك على الشيطان. انا نعاونك كيقول لي اش طاري عويلي سارة ميمكنش غادي تعاونني نعاونك ها غير قولي شنو نديرو انا نديرو غادي تجيب لي السم. السم؟ اه بغيت نقتلو يا مريم بغيت نقتلو. لا 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 صافي ما بقيتش باغا نشوفو ما بقيتش باغا نتفكر داكشي اللي دارو فينا. السم لا. لالا مريم فين غدا؟ انا تمشي شي شويه. لا 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 يلا تغطي لا فياش. لا 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 يلا قولي لي بعدا صرا لاباس كلات شي حاجه؟ ما قعدت صافي. بيه منكم ضرب شي عمى ومني نرجع ان شاء الله عندنا اوكي واخا تعومي معايا ساره ساره في تعومي معايا لا ساره تخليها هنايا سير بوحدك واخا نمشي نعوم بوحدي ملي نرجع ونديك تعومي معايا يلا
سمحي لي، ما كانش حق عليا نجبد معك هذا الموضوع. عارفه انت هو الراجل اللي مع ماما في التصويره ياك؟ كتشبهي ليها من نهار ما تبك، ما عاود شي شفتها. الموت والحب ما عندهم وعيد. Vous pouvez la garder. Oui, Franck. Non, je pense. Excusez-moi, je dois aller régler quelque chose à côté de la marine. Monsieur Mac? Non, merci. Je dois régler ça toute seule. Tu étais où? Tu m'emmerdes. C'est quoi cette histoire? Vous comptez aller où comme ça? Et parle-moi, putain! On n'a pas terminé. جرى مجموعين طاكسي كيتسنى هنايا سير براسك يلا سالو سلام سعاد قولي لي شي حاجه، شكون اللي قتل هذاك الباندغ؟ الحسد. Ils vont prendre soin de toi, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, reste avec moi. وعيشي حياتك ما
ولكن المرأة غبرات راه ما لقيناش الكور ديالها. هي غبرات ولكن فيما كانت دابا مرتاحة أحسن مني، حيت أنا اللي بقيت هنا كنعاني. داك النهار تقلبت لي حياتي، والأحلام ديالي كبنت خدت مني بوحشية، ما بقيتش قدرت نحقق ذاتي. الأخير أنا اللي تعاقبت. ما كان حملكش بنتي ديالي أنا، والله يميتك شي واحد ديالي أنا، شمتيني؟ بعد مني شو بغيتي مني؟ غادي يقلب لي حياتي.